يقول أيضا أبو حمزة من المغرب فضيلة الشيخ، بالنسبة للتيمم هل هو ضربة واحدة أم ضربتان؟ وماذا يقول، وماذا أستطيع أن نمسح الوجه أو اليدين فقط؟ نعم، الأفضل أن يكون بضربة واحدة لوجهه وكفيه، فيضرب الأرض، يضرب الأرض التي عليها غبار طاهر، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه معترضة، ويمسح كفيه براحتيه. هذا هو الأفضل. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس، لكن الأفضل والذي عليه الأكثر أنه يكفي ضربة واحدة. نعم.